ما هي في قنوات مخسرة خاصة. إكرام عزوز تعتبرها تلفزة الوطنية؟ والله أنا مش التلفزة الوطنية، أنا أطالب المسؤولين على الدولة كيما نحكيه على عدم التفريط في مؤسسات العمومية اللي هو مشروع كامل وواقف عليه الاتحاد، فما نفرطوش فيها لكن نسعاو إلى تطويرها، ولأنها زادت ترجع تتنعش، راهو تنحات التلفزة من بيت الفطور في العائلات التونسيه، راهو ثم عوضتها تليفونات. لا والله انا اليوم جيل التليفونات باهي، وتعرفش اللي على طول العام الاعادات قاعدين يتفرجوا في التلفزه في العائلات التونسيه، معناها في الاخر ما فكش التليفون وحده، كي يبدا عندك انتاجات العباد عندها عاطفه عليها وترتاح لها. تبدلت الانتاجات كرام عزوز اليوم، يمكن من الاعمال اللي تخلي، خليني نحاول نفهم كلامك، العائله التونسيه ما عادش نجم تتلام قدام التلفزه التونسيه، مع القنوات فعلا التونسيه ما عادش نجموا يتفرجوا مع بعضهم. ثم راهو نحن مجتمع على قدر ما هو عاطفي ويحب ويحب يشجع، على قدر ما كي يتمس في ثوابت يولي غاضب جدا. فنأكد لك ثم قنوات من بعد صفاقس ما عاد يحلهم حتى حد، لأنهم يعتبروهم ما عندهم حتى علاقة بالمجتمع اللي يحبوا يحافظوا عليه في إطار عائلاتهم. قداش من قناة عن أنت؟ عنا خمسة، عنا حنظل، عنا حوار تونسي، تسعة، تلفزة تي في جنوبية، والوطنية نعرفش، وكارتاج بلوس. أي شنو هو القنوات هذوما اللي ما يتفرجوش عليهم؟ ما تجي تحكي هكا كلمك بدون تسمية. شو انا ناكد حطهم الكل فرد؟ لا 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 لا، انا ناكد لك ما بذبية كيما نفتحوا حوار سياسي راهو ما فيها باس كل مؤسسات العالم تعمل تجارب ومن بعد تراجع روحها وتقول حسب الاحصائيات الحقيقيه، لانه نعملوا في احصائيات حشتنا بها باش نحاسبوا بعضنا على اللوديمات لموضوع الاستشهار. نحيو هذاك ونعملوا حوار حقيقي، شنو اللي قلق في اعمالنا حتى تسمع بعض المواطنين، لانه نحن كي نبداو نتجولوا فما جراه في الاعمال نتاعنا، فما ايحاءات، فما مواضيع، فما كلام يقلق العائله التونسيه نحكيو فيه. راهو بالنسبه لينا نحن على قدر ما ندافعوا على الحريات، على قدر ما الغايه انه يحضر لك اكثر عدد ممكن. فاذا كان ثم ناس غضبت مني لانه ما قدمه قد يحرجهم وسط عائلتهم، اجا نحكيو فيه هوني تحكي مش ضروري. صلي. خلينا نحكيو بالمكشوف. انا قالوا لي علاش ما تستعملش الحاجات هذيك في مسرحياتك، نقول لهم خاطر نحب يحضر لي. انت تحكي على المسرح، مسرح مش تلفزيون مش كيف كيف. لا نحكي لك غايه اي فنان ولا اي مبدع انه يتواصل هو وجمهور، معناه اذا كان تفقد جمهور لانك لم تراجع ما تقدمه، معناه بصراحه انا نتصور السينما، السينما هي غير التلفزة، موضوع آخر زاد للنقاش. السينما والمسرح ما هيش السينما والمسرح الجمهور هو اللي يمشي يقص وباش يتفرج، التلفزة تدخل للديار الكل، معناها حاجة أخرى. ماناش نحكي على المقارنة لا تجوز. أي. دونك أنا هوني نحكي على التلفزة. شفت الحوار محلاه؟ هاكا فصلنا كل وحدة وخصوصياتها، علاش التلفزة نسمحوا لأنفسنا ما يقع في السينما أحيانا اللي نجم يحرج عائلة في باله قاعد يتفرج في مشاهد فيلقى حاجه تحرج عائله. وين تحرجت سنة؟ انا بكل صراحه انا من الناس اللي التلفزه ما عادش في، ما عادش تتفرج، ما كيفاش تحكم هكاك؟ الفطور نتاعي ما تتفرج وحدك. لا انا مواطنين، انا مواطنين راهو يوميا. انت تحكي على محبه الناس، العبيد الى الان ما زلت تذكر الاعمال القديمه. كرام عزوز هو اللي يسمع فيك يقول لك لازمك تتفرج، انت باش تحكم انت؟ انا تفرجت، لا انا نتفرج خارج توقيت البث، انا يلزمني نشوف وشفت، لكنني نحب ديما نحكي على ظواهر ما نحكيش على اعمال، لانه واحد. كل من اشتغل يعطيه الصحه وبرافو، وراهو العباد ما تعرفش معناها انتاج تلفزي، راهي عمليه صعبه جدا، راهي فيها جهد، وعندنا قامات ولا اروع تقنيا وفنيا نعملوا في نجاحات كبيره، معناها كي تقول الحرقه ولا فوندو ولا تقول، انا بالنسبه لي ثم ولا كان يا ما كان، انا بالنسبه لي نجاحات ونفتخر بها قدام بلدان اخرى، لكن كيف يمكن ان نثمن هذا النجاح على مستوى المواطنين؟